اللي بغيت نتكلم فيه اليوم هو الموضوع ديال الشيخ والشيخة اللي سموه بعض الناس الشيخ والشيخة. الموضوع بغيت نتكلم على الاخ الداعية الاستاذ ياسين العامري والاخت اللي عطاوها هذا اللقب ديال الشيخة. نقول لخويا ياسين العامري تبارك الله عليك، قلتي واحد الحاجة اللي زوينة واستافدوا منها الناس بزاف، وبزاف ديال الناس وقفوا معك في الصف ديالك وانتقدوا المسلسل، ورا ماشي مسلسل راه كاين فيلم اخر هذا الشيء اللي كاين. المهم استمر، ما تسوقش الهضره ديال الناس، كل واحد يقول اللي بغى. بالنسبه تبارك الله عليك اختي كنحترموك حتى انتيا، ولكن داك الدور اللي مثلتي ما عجبش بعض الناس، ما عجبهمش. يعني الحياه راه فيها النجاح فيها السقوط فيها بزاف ديال الحوايج، يعني خاصك تقبلي الا انتقدك هذاك الشخص احترمي القرار ديالو، كبر منك وعنده علم وعارف بزاف ديال الحاجات، يعني واجب عليك تحترمي الكلام ديالو، احترمي قول لي الله يرحم لك الوالدين. قلتي واحد حاجه بالنسبه للناس اللي كينتقدوا كيقولوا ما خصوش يقولوا هادشي، علاش ما خصوش، علاش اخويا ما خصوش يقول، علاش ما ينصحش الامه؟ هذيك هي المهمه ديالو، كينصح الناس بالخير، كيقول لهم ابتعدوا على هذه وعلى هذه، ولكن راه ماشي الا قال ابتعدوا غيبتعدوا، راه حريه شخصيه هذيك، راه الا بغى يبتعد الانسان راه عارف شنو كاين، راه عنده التلفازه في الدار، راه عنده صلايه، عنده المصحف، هو يختار اللي بغى، ولكن في النهايه راه ضروري من الحساب، ملي غيمشيو عند الله هذيك الساعه حاجه اخرى في الدنيا، دير اللي بغيتي. وبالنسبه للمسلسل واش ناجح ولا ما ناجحش، هذيك مسؤوليه ديال المخرج. انا ما كنتفرجش بعدا في القنوات، ما كاينينش عندي، ما كيشرفنيش نتفرج فيهم، ما كيشرفنيش نتفرج، كنا كنتفرجوا شحال هذه من اللي كانوا افلام محترمه وكانوا اشياء جميله، لكن في هذا الوقت وفي هذا الشيء اللي كاين دابا ما عجبنيش انا هذيك السلسله، وتفرج غير في بعض اللقطات في اليوتيوب، ما عجبونيش هذا الشيء اللي كاين اخويا. انا متفق مع هذه القضيه، فعلا ما خصوش يدار في رمضان، لان رمضان قال فيه الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران، يعني نزل فيه القران كتاب الله، نزل في هذا الشهر، يعني شنو اللي خصنا نديرو حنايا؟ خصنا نقراو القران، نعرفوا المعاني ديالو، المعاني ديال كلمات القران راه فيه خير كثير تبارك الله، الانسان الى التجأ ليه راه ما غيبقاش عنده الوقت حتى باش يتفرج في بعض التفاهه، بعض التفاهه في هذه القنوات وفي هذا الشيء، يعني يبغاو يديروا شي حاجه هما راهم حرين، حنا ما نقدروش نمنعوهم، ولكن الدين ديالنا كيفرض علينا اننا نهضروا، الا شفنا شي حاجه ديال المنكر واجب علينا كمسلمين اننا نغيروا داك الشيء قدر المستطاع، على الاقل الا ما قدرناش نهزوا هذا ونحيدوه منه ونحطوا في بلاصه اخرى زوينه، نوجه واحد الرساله للناس باش يستافدوا منها ونقولوا لهم شنو كاين. هذا المسلسل ديال الشيخه وهذا الشيء اللي كاين دابا كله ما خصوش يكون في شهر رمضان، وما خصوش يكون كاع في المجتمع ديالنا، ما خصوش يكون. الله يهديهم وهاد المخرجين الا بغيتو، راه كاين بزاف ديال الحوايج والله الا كاين بزاف ديال الحوايج تقدروا تستافدوا منهم وتدخلوا بهم اموال تبارك الله، شي حاجه زوينه كثار، ولكن ما ديروش لينا عاوتاني الفضائح والشوهه وهادشي، ديروا لينا شي حاجه كذا. هذا انا بعدا هو باز ليه دابا كيفاش كي ورا جاوبهم بعدا، راه قال لهم ما مسالينش الصداع مع عباد الله، ما مسالينش لي، راه نقروا على الرسول عليه الصلاه والسلام وهضروا في الله سبحانه وتعالى، ما مسالينش الصداع، فعلا ما مسالينش الصداع، خليهم يقولوا اللي بغى، قال لك الهضره فيك فيك، سواء متي ولا حيتي راه تموت في القبر والله ما يوقروا كيبقاو يهضروا فيك، يعني سير على الله. قلت يا خويا ياسين واحد رساله واستفدنا منه، الله يرحم لك الوالدين عليها والله يجازيك بالخير، وكنستافدوا منه. هذاك السيد بعد انا كان ليه الفضل في واحد الحاجه زوينه جعله الله سبحانه وتعالى، كنت كنكمي والله العظيم الا بسبب واحد المقطع ديالو، اقسم بالله الا عفى عليا الله بسبب ذاك المقطع، كنت فرج فيه اليوم وغدا، عنده واحد الطريقه ديال النقد سبحان الله العظيم كترتاح ليا، كيفاش كيهضر معاك، كان عم السي هذه ما خصهاش تكون الشريف هذه، فهمتي بسببه انا عفى عليا الله، هذه سنه تقريبا شي عام ونص باش عفى عليا الله، وكان هو سبب ومقطع من المقاطع ديال الاستاذ ياسين العامري كان سبب في العفو ديالي من السيجاره، والحمد لله والله يرحم ليه الوالدين واستمر في الخير وسير على الله. الهضره راه قال لك مع عمره ما تحيد، راه ديما غيبقاو يهضروا هضروا. قلتي واحد الحاجه زوينه، اللي بغى يهضر يهضر، اللي بغى يقول كل واحد حريته شخصيه، المهم ذاك الكلام اللي قلتي انا متفق معاك، وتقريبا الملايير ديال الناس متفقين معاك، واحد النسبه قليله قال لك ما خاصوش يهضر، هذا الشيء اللي كاين الله يهديهم، علاش ما خصوش يهضر؟ وشكون اللي غادي يهضر في بلاصته؟ كاين بعض الناس مسؤولين وما عمرهم هضروا لينا على هذا الشيء، كيسمحوا بالفساد يدوز في الاذاعات ديالنا وفي بزاف ديال الحوايج. حنا بعدا انا بعدا القنوات الفضائيه كاع ما كنتفرج فيهم، كاينين قنوات الكترونيه الحمد لله، كاينين في اليوتيوب فيسبوك، والله حتى كيوصلوا لك شي معلومه اللي ما كتشوفهاش في القنوات اللي كيتفرجوا فيها والدينا وجدودنا وهذا الشيء. الرد اللي ردوا عليه، رد اخويا اللي ردوا كاين بزاف، كاين واحد الراقصه سميت عرفنيش بعدا نبقى نطق سميتها مره اخرى معروفه هذيك شنو كدير، هضرات فيا وقالت لي ما عندكش الحق اخويا، وعلاش انت توصلك لهذا الشيء، علاش توصلوا لهذا الشيء، راه حتى هو كاين ها على المركب، راه هو مهمه ديالو يوصل
الخير وينصر الكلام باللسان الكلام الطيب. يعني المهمه ديالو ينصح الامه بالخير. ملي غادي ينصح الامه راه الامه عارفه شنو كدير. الا كان فيها الايمان ديالها قوي بالله راه غتثبت بالكلام ديالو وغتقول فعلا عندك الصح ما خصكش دير. الا انتقدوه الله يهدي انتقدوه بزاف. واحد السيد راه ما عرفتش شنو سميتو حتى هو عنده واحد القناه ما كنقول لي يا اخوان انت شلحك لهذا الشيء ديال الدين ما كتفهم فيه حتى شي حاجه. انت كتبغيتي تهضر كتهضر في السياسه خليك في السياسه وخلي عليك الناس في التقار. هذاك السيد كون قال شي حاجه ماشي هي هذيك انا براسي ما غاديش نهضر عليه وما غاديش نخرج. ولكن السيد نصح الامه بالخير وتكلم باللسان ديال الله سبحانه وتعالى يعني ما عندنا ما نقوله. صافي ربحنا في هذه القضيه تبارك الله عليه.